سائل يقول: في بعض البلاد الإسلامية لم تنتشر العقيدة النقية، فهل يعذرون بالجهل؟ لا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة، لأنه لو أراد أنه يفهم لفهم، لكن ما أراد أنه يفهم، ما بحث، ما سأل، ما تعلم، ما يعذر هذا، أنه هو المقصر. أما من كان غير عربي فإنه إذا بلغه القرآن لازم يترجم له معناه، معاني ترجمة معاني القرآن الكريم. نعم.